مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد القفص نموذجي بنيته، وبغيت نشارككم هذا القفص. في الحقيقة رائع رائع للغاية. اذا تبعوا معايا الطريقة وغادي نوريكم بالتفصيل الالمومي. اولا العلو ديالو انتم كيما كتشوفوا كيفاش مبني، غير بالكورنير انتم غير الله ديالو في الجنب على حسب الشمس. كما كتشوفوا معايا غير الثلالج، يعني الكرياجات ديال الثلالج. بالنسبه للقاعده كما عودتكم في الاقفاص اللي فاتوا انتم، هذا السنتيم هذا غالفانيزي، يعني كرياج غالفانيزي. ولكن المفاجاه هي كالتالي، شوفوا سمو راني داير هنايا، يعني غير واحد القادوس، قادوس شديته وعبرت بمسطرة عادي بحال هكا، عبرت هكا 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 هكا، وكتضربوا واحد شويه ديال كتشرموا واحد شويه منا وتشرموا شويه منا، وكتضربوا بالمطرقة وكطيح هذاك الموسو. هذاك هذه عباره عن شرابه، راها يشربوا منها المياه. المفاجأة وهي أن ما كتدخلش لعند الكاج وكدير هذاك الماء، وإنما كتخرج على برا. هانتوما كما كتشوفوا، تبعوا معايا هانتوما، راه فين غادي؟ ها هو القادوس. هانتوما شوفوا فين غادي، أنا كنكب الماء من هنا. هانتوما كنكب الماء من هنا، كيمشي وفين كيمشي؟ كيمشي لعندهم لداخل باش يشربوا. هذا قفص يعني ممكن انكم تستعملوه ك يعني التسمين، ممكن انكم تستعملوه للتسمين، يعني ماشي مفرق، هذا كاج غير التسمين. هانتوما كما كتشوفوا معايا الجهه الاخرى راها علافه، هانتوما علافه ديال اش ديال السيكاليم. هانتوما كما كتشوفوا معايا هذا راه السيكاليم محطوط في وسط منه. دابا غادي نحولهم ان شاء الله ونجيبهم لهنايا هانتوما. وكما قلت لكم هذا القادوس هذا غي كتجيبوا واحد المسطره وكتبقاو تحطوا مسطره هكا مثلا، وكتبقاو تشرطوا هنايا هكا 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 هكا، وكتجيبوا المطرقه كتضرب كتنقر هكا، كيهود هذا المورسو هذا كيتقرد من وكيتقرد من. بالنسبه باش هاد الكارويات هادو ما يجيكمش هارب، واحد هارب لهاد الجهه واحد هارب لهاد الجهه، ممكن انكم تجيبوا هاد التيب هذا كامل تحطوه ملاصق مع الارض مع الحيط، عفوا مع الحيط هكا، وكتجيبوا واحد المسمار وكتراسيو مع الحيط هكا. هو هذا الخط هذا، لاحظوا انني درت واحد الخط، ها هو هذا الخط هذا صافي. وهذا الخط هو اللي كتبعوا عليه، كديروا واحد شرمه بالمنشار هنا هكا، شرمه بالمنشار هنا، وكتخليو جهه تخليوها وجهه هذه تخليها، وهذه بالمطرقه تبع عليها بالمطرقه هكا، كطيح لداخل صافي. في الاخر كتسوسو وكتولي هذه كاكاله او يعني علافه، ممكن انكم تستعملوها يعني بابسط الطرق، والثمن راه رخيص، راه هذا كيدير 10 دراهم للمتر المترو عفوا، يعني هذا كله هذا ب 20 درهم بلا ما ديروا لا علافات لا. وفي نفس الوقت هذه العلافه هذه ما كتشدش المساحه، لا هي لا الشرابه ما كتشدش المساحه، يعني لاحظوا ان المساحه مثلا كون درتو لهم هنايا بالنسبه لهاد الشرابه هذه، شدوا ديروا طيسان هكا، هذاك كل طاس غادي ديروه غادي تشد لكم المساحه. اما بهذه الطريقه هذه انتم لاحظوا معايا راها طريقه رائعه ورائعه. وبالنسبه للضوء ملي قلت لهم الضوء هنايا، هي راه غادي نركب لهم بولاس هنا واحد بالنسبه باش تشوفوهم بالليل، هو اثنان. وهذا الكاج راه بسيط للغايه، بسيط. انتم هنايا في هذه الجهه اللي غادي تبغيو تطلعوا عليهم، انتم كما كتشوفوا معايا انت غير هكا، هادو ديال الثلاج كيديروا شريتهم هنايا بثلاثه دراهم الحبه. هذه دابا هذه واحد جوج ثلاثه اربعه في جوج، يعني ثمانيه في 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 3 هي 24 درهم. ممكن ان 24 درهم او 500 ريال دير لكم هاد الشبابك هادو،
بالنسبه للجوانب، ها انتم هذا كيكون واحد الكرياج رقيق، انتم ممكن انكم تشوفوا معايا ها انتم، ها هو هذا تغلفوا به في الجوانب، من فوق ها انتم. اما القاعده ضروري ديروا كرياج باش داك الفضلات ديالهم ممكن انها تطيح، وفي نفس الوقت ان رجليهم ما يزحتوش ويبقاو يتجرحوا. هذا راه كرياج غالفانيزي كيدير 55 درهم للمتر كاري، يعني كله هذا الكرياج هذا راه فيه 2 متر، انتما 2 مترو راه فيه يعني 110 درهم، 110 درهم صافي. كيبقى لكم الحديد ها هو، والحديد كذلك حتى هو ماشي صغير تقابي، ما سوديتش كاع، انتما غير بولونات، انتما راه غير بولون، انتما هادو راه كله غادي غير بالبولونات. انتما هاد الجهه يعني كاس هادي دعامه لهاد الرجل صافي، والكرياج تلصقوهم من هنايا، هنايا تغلفوا بهاد الشبيك هذا، هاد الشبيك كيدير 13 درهم المتر كاري، انا خديتو ب 250 ريال، يعني جوج متر كاري ب 25 درهم. المهم قفص عليا رخيص للغايه، وانا بغيت نشارككم اياه، قفص رائع زوين مخير كاع، يعني بالشرابه ديالو جهه فيها بلاصه ديال الاكل يعني علافه، وجهه شرابه، وهاد الشرابه يعني غادي تبقاو تجيكم بعيده، انا خرجتها هكا، انا خرجتها على القفص، انتما القفص ها هو هي، وخارجه على القفص ودرت له هنايا واحد الكود، وهنايا تبقاو تكبوا الماء من هنا، وغادي يوصلهم للجهه الاخرى يبقاو يشربوا منها في نفس الوقت. ها هي هنايا جهه من غادي ياكل صافي، كتولي الضو كاين، ها هو الضو. وبالنسبه هنايا عفوا كاين واحد القبيه، يعني ممكن انكم ديروا على شكل مثلث، على شكل هرم الى 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 بغيتو، ممكن انكم ديروه مسطح هكا، انا يعني جاني مزيان هكا باش نبقى نطلع عليهم، كنهز هاد يعني الشبيبيك هكا كنحطو هكا صافي، وكنبقى نطلع عليهم. ها انتم كما كتشوفوا قفص رائع، خذوا النموذج وصوبوا بحالو، وكل شيء الفكره في هاد القادوس ديال الماء، انا استعملته كشرابه، وقادوس اخر كعلافه، يعني انتم ارتحيتوا من العلافه، انتم ما غيبقاو يخشيو نيوفهم هنايا وياكلوا هكا، وسميتو مره تبقى تكب لهم هنايا وصافي. بالنسبه للماء باش ما تضربوش التمره، انا خرجته على برا، راه يعني على برا، انتم ويعطي الكاج كامل، انتم كلهم يشربوا كلهم ياكلوا. اذا القفص هو ديالي هو هذا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم اللي قدمتوا لي في القفص الاولاني، ساندوني وما تنساونيش بزر جيم باش نقدر نصور لكم اقفاص اخرى، نماذج اخرى، ويعني اللي تنول الرضا ديالكم، وممكن انكم يعني تجيكم شي القفص يجيكم بسيط، يعني ما تضربوش فيه تماره، هذا غير كادر وعنده دعامات اربعه، والكرياج الوسط، ومغلف على شكل هرم. انتم هذه راه غير كاشه دايره، راه جاي هرم، جاي مثلث من الفوق هكا مثلث، وبالضو ديالو بالعلافه بالشرابه، يعني قفص رائع للغايه. ها انتم هنايا بغيت نشارككم اياه، لان في الحقيقه عجبني بزاف هذا القفص هذا. انتم خذوا النموذج وديروا انتم الاطوال اللي بغيتوا. وبالنسبه لهاد الشبابك ماشي مشكل اللي جاوا مخالفين هنايا، ولا انتم ما عندكم غرض داك الشيء، خاصكم غير هاد الشيء يكون كيتفتح وكيتسد، يعني بهاد الطريقه صافي. وسليكات ببساطه، يعني ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حاجه صعيبه، هانتوما شي حاجه سهله وسهله للغايه. اذا القفص ديالي هو هذا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بجير جيم، وتكون على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.